بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ بالكورس الثاني اللي عنوانه Sanitary Sewage Engineering، هندسة مياه الصحي. Chapter 1 بهذا الكورس راح ناخذ الـ Quantity of Sewage. طبعا الـ Quantity of Sewage راح نقيسها بدلالة Sewage Flow Rate اللي هو Volume per Unit Time. السوج فلوريت هو يشكل الديزاين لود لأي بروجكت نصممه يتعامل مع السوج. من أريد يعني في بداية هذا الشابتر أحب أرويكم صورة لأوتفل أنبوب يطرح مياه المجاري بداخل الأوشن للمحيط. لاحظ هاي المياه المجاري اللون مالتها يعني يميل للون الأسود، فلهذا يسموها بلاك ووتر. هو السانيتري سويج، مياه الصرف الصحي يطلق عليها في بعض الأحيان بلاك ووتر. لاحظ التلوث اللي يسببه طرح انتريتد سويج إلى الأوشن لهذا المحيط، وما يصاحبه من مشاكل بيئية كبيرة جدا. لهذا من المهم ندرس خصائص السانيتري سويج، كيفية تجميعه وكيفية معالجته، وحتى أصمم أي منظومة لتجميع مياه المجاري اللي هي السويج، أو أصمم سويج تريتمنت بلانت لازم أعرف عن الديزاين لود اللي هو السويج فلوريت. كذلك أحب أرويكم في بداية هذا الشابتر صورة لنهر ملوث بالبصرة. هذا النهر هو نهر العشار، ولاحظ طرح انتريتد سوج والمشاكل البيئية اللي مسببها. طبعا هنا بمياه نهر العشار ما راح تلقي لك اي نوع من الاسماك، السبب انه ديزولفد اوكسجين يساوي لي صفر بسبب التلوث العالي نتيجة طرح مياه مجاري غير معالجة. فشون أحسب quantity of sewage؟ أبدي بأول موضوع بهذا الشابتر اللي هو sources of sewage. حتى أحسب الفلوريت لازم أعرف مصادر السوج. يقول لي السوج هو is defined as a combination of، هو عبارة عن مزيج من. هذا السوج بشكل عام، ما أقصد بالسانيتري سوج فقط، السوج بشكل عام هو ال wastewater discharged from residences، business buildings, institutions، وهذا النوع من السوج يسموه sanitary or domestic sewage، يعني مياه الصرف المطروحة من residences، من المساكن، من business buildings، أعمال الأبنية، الأعمال المختلفة، أو institutions مثلا عندي مستشفيات، مدارس، معاهد، جامعات، كلها اللي السوج مصدره من استخدام بشري هذا السوج يسمونه سانيتري او يطلق عليه دومستيك سوج. النوع الثاني من مياه المجاري عندي الويست ووتر ديسشارج فروم اندستريال استابليشمنتس، مياه الصرف المطروحه من المؤسسات الصناعيه او المعامل بشكل عام، هاي يسموها اندستريال ويست ووتر، مياه صرف صناعي. طبعا industrial wastewater ما راح ناخذها بهذا الكورس، احنا راح نتعامل مع sanitary sewage ومع المصدر الاخر اللي نلاقيه بكل مدينة اللي هو storm water، مياه الامطار. تعرف مياه الامطار تتجمع بمنظومة انابيب، طبعا هاي تتجمع مع مياه الصرف الصحي او بشكل منعزل بطريقة منعزلة عنها، هاي راح نعرفها من نوصل للشابتر 2. اخر شيء للسوج اكو عندي الانفلتريشن، الرشح. الانفلتريشن من مصدره، مصدره من المياه الجوفيه اللي تدخل للانابيب من خلال البور جوينتس. طبعا دائما هاي الانفلتريشن كميتها تزيد بالمناطق اللي بيها منسوب المياه الجوفيه عالي، ونتيجة أنابيب المجاري عادة تكون الضغط بها منخفض لأن هي الفلو بها باي جرافيتي، فراح يكون ضغط الماء بالخارج أعلى من الضغط داخل الأنبوب، لهذا يحدث تسرب من الخارج للداخل، هذا التسرب نسميه انفلتريشن.
شلون أقدر الـ quantity of sanitary sewage؟ يعني بهذا الشابتر راح نتعلم طريقة حساب الـ sanitary sewage والـ infiltration وطريقة حساب الـ storm water. فإذا بهذا الكورس راح نتعامل بالـ sanitary sewage وما يتبعه من infiltration اللي يدخل الشبكات من خلال البور جوينتس وكذلك مياه الأمطار. مثل ما من درسنا بالووتر أو تعلمنا حساب الـ quantity of water عرفنا أكو عندي average water demand وعندي maximum water demand. هنا أنا كذلك عندي average sewage flow rate، معدل الفلو ريت لمياه المجاري حسب السورس. إذا كان عندي residential areas من المناطق السكنية، شلون أقدر الـ average sewage flow rate؟ يقول لي الـ average sewage flow rate produced in residential area اللي يجي لي من المناطق السكنية is estimated to be 70 to 130% of average rate of water consumption. يعني يقدرون الـ average sewage flow rate من 70 إلى 130% من معدل استهلاك الماء. شو المعنى؟ مثلا لو كان بيت يستهلك ماء مثلا 1 متر مكعب بير داي، وفرضت أنا نسبة مياه المجاري إلى الإسالة 70%، معناه إذا 1 متر مكعب 70% يعني أضربها في 0.7 فراح تصير 700 متر مكعب باليوم، يعني اللي هي 700 لتر. وهاي النسبة يعني نسبة اللي يفرضها يعني شقد مياه المجاري شقد نسبتها من مياه الإسالة ممكن توصل 130%. والسؤال هنا شلون ممكن بيت يصرف 1 متر مكعب ماء وتتولد عنه مياه مجاري مقدارها 1.3 متر مكعب؟ هنا الجواب على هذا السؤال انه في بعض الاحيان نستهلك ببيوتنا مياه مصدرها غير مصدر المياه المسحوبة من شبكات الإسالة واللي راح تتحول إلى مياه مجاري. مثلا على سبيل المثال احنا بالبصرة نتيجة ارتفاع ملوحة مياه الإسالة نعتمد على المياه العذبة اللي نشتريها. هاي المياه أكو بعض الناس قد يستخدموها مثلا للاستحمام أو للطبخ إلى آخره، فهاي قد توصل لمياه المجاري. فبالتالي هو قد يسحب من الشبكة 1 متر مكعب بس المياه المجاري اللي يولدها قد تكون 1.1، وهاي 0.1 اللي هي تقدر يعني 0.1% الإضافية نتيجة سورس آخر للمياه غير المسحوب من شبكة الإسالة. أو شلون ممكن مياه المجاري لمنزل معين تكون أعلى من مياه اللي استهلكها مياه الإسالة؟ نجي لحالة مثلا استخدام المناور بالبيوت. بالمنور الأمطار اللي تسقط على المنور أكو كثير من البيوت يعني يوجهها باتجاه المنورات مالت البيت وبالتالي تروح لشبكة المجاري. فبالتالي المياه المجاري اللي راح يصرفها هذا البيت راح تنضاف إلى كمية الإسالة اللي استهلكها وتحولت إلى مجاري، تنضاف فد نسبة من مياه الأمطار. إذا أنا شقد الـ average water demand أضربه في نسبة من 0.7 إلى 1.3 حتى أحسب الـ average sewage flow rate. من 0.7 إلى 1.3 شقد أكبر رقم نعتمد على أكثر رقم أو النسبة الأكثر استخداما؟ هي 100%. شنو معنى 100%؟ مثلا لو أقول لك حي سكني الـ average water demand إلى مثلا 20,000 متر مكعب باليوم، إيش قد تقدر الـ average water demand؟ إذا أفرضها 100% يعني معناها متساوي يعني 1 النسبة. فإذا الـ average sewage flow rate راح يصير 20,000 متر مكعب بير داي. إذا شلون أحسب الـ average sewage flow rate إذا عندي residential area؟ هو نسبة من الـ average water demand.
زين، وإذا كان عندي مثلا الـ average water demand لمدينة اللي هو بير كابيتا مثلا 300 لتر بير داي، وكان تعداد نفوس المدينة أو هاي الحي السكني 10,000، فش قد أقدر الـ average sewage flow rate تضرب بير كابيتا ووتر ديماند اللي هو 300 لتر بير داي ونحولها للمتر مكعب، راح يصير 0.3 في 10,000، راح يصير 3,000 متر مكعب بير داي. هذا الافرج ووتر ديماند. هسه اذا واحد يقول لك ايش قد الافرج سوج فلوريت، نقول الافرج سوج فلوريت هو بنفسه اذا افرض 100% معناه هو نفسه الافرج ووتر ديماند، فراح يساوي لي ايضا 3,000 متر مكعب بير داي. وهسه راح ناخذ مثال يوضح لنا طريقة حساب الـ average sewage flow rate بهاي المحاضرة. زين، إذا عندي non-residential development، non-residential development الغير سكنية، الـ average daily sewage flow للـ non-residential developments المؤسسات أو غير سكنية أو المناطق الغير سكنية كالتالي من جدول. فالـ average daily flows for non-residential developments، daily flow شنو قصدي للسوج daily flow، هنا اعتمادا على type of establishment نوع المؤسسة، shopping center مراكز تسوق مثل عندنا بصرة تايم سكوير على سبيل المثال، شلون أحسب الـ average sewage flow rate له، الـ airport الثياتر المسارح الأوفيس الدوائر الحكومية عموما السكول المدرسة الهوتيل الفنادق والهوسبيتال. لكل وحدة الأفرج سوج فلوريت أقرأ شنو الوحدات مالته، الأفرج لتر بير داي لكل يونت. هنا اليونت الوحدة الواحدة مثلا لو كنت أحكي عن المنازل راح أصير بير كابيتا، بس هنا أنا حسب نوع الاستبلشمنت اكو كل واحد له وحدة قياس معينة. مثلا بالشوبك سنتر نحسب الافرج فلو اليونت مالته متر مربع، شنو نعني هذا؟ من 2.5 الى 5 الرينج مال الافرج سوج فلو ريت لتر باليوم لكل متر مربع. معناها هسه لو كان مساحة الشوبينج سنتر على سبيل المثال 1000 متر مربع، إيش قد راح يكون الأفرج سوج فلو ريت؟ راح يكون تختار رقم من 2.5 إلى 5، لو كنت مختار 5 في 1000 راح يصير 5,000 لتر بير داي. فإذا شلون أحسب الأفرج سوج فلو ريت للشوبينج سنتر؟ أحتاج أعرف مساحة مركز التسوق وأضرب المساحة برقم يتراوح من 2.5 إلى 5. إيش قد أكثر شيء أكثر رقم يستخدمه؟ 4، يسموه typical يعني الشائع الأكثر استخداما. فإذا أقدر إيش قد الأفرج سوج فلو ريت للشوبينج سنتر، أفرض السوج فلو ريت 4 بير داي لكل اليونت قلنا لكل متر مربع، وأضربها في المساحة فراح ينطيني الـ average sewage flow rate للشوبينج سنتر. أما الـ airport اليونت مالته هو الـ passenger المسافر، فالمطار السعة مالته بعدد المسافرين، إيش قد يقدرون الـ average sewage flow rate للمسافر الواحد؟ من 11 إلى 19 لتر باليوم. الـ typical value الأكثر استخدام هي 15. الثيتر للـ مسارح، المسارح الكباسيتي او اليونت بالنسبة لنا بالقياس الافرج سوج فلو ريت هي السيت عدد المقاعد. للسيت الواحد معناها للشخص الواحد من يجي للمسرح ايش قد يتولد عنده مياه المجاري؟ من 8 إلى 15 لتر باليوم. التيبكال فاليو ايش قد؟ 10. الاوفيس بيرسون يعني موظف الشخص الواحد يقدرون الأفرج سوج فلو ريت من 26 إلى 60، التيبكال فاليو الأكثر استخداما 50. بالنسبة للسكول
اعتمادا على اليونت مالت الستودنت طلاب، فمن 40 إلى 80 الأفريج فاليو 60، معناها إذا عندي مدرسة الكباسيتي مالتها 500 طالب، شقد أقدر الأفريج سوج فلوريت؟ 500 في 60 لتر طبعا بير داي، فخمسمية في 60 راح 30,000 تقسيم 1000 إذا حول المتر المكعب راح يصير 30 متر مكعب بير داي. أما الهوتيل فنادق فاليونت مالتها الجست نزيل، لكل نزيل طبعا هنا اللي يجي بالفندق يسبح، فكمية المياه اللي يستهلكها كبيرة، وبالتالي كمية مياه المجاري تكون أيضا كبيرة، فيقدرون كمية مياه المجاري الأفرج سوج فلوريد كل نزيل من 150 إلى 230 التيبكال فاليو 190. أما الهوسبيتال فهي باعتماد على number of beds والnumber of employees، يعني الوحدة مالته لكل بيد للسرير الواحد باع كمية السوج عالية جدا من 660 إلى 1500 لتر بير داي التيبكال فاليو 1000، ولكل عامل لكل امبلوي الافرج سوج فلوريت هو من 20 إلى 60 والتيبكال فاليو إلى 40. طبعا هذا الجدول من الامتحان هذا يعطى لكم، وحسب شكو عندي أنا من هالستابلشمنتس أصرف مياها للشبكة، إذا أريد أصمم شبكة أقدر حساب الأفريج سوج فلوريت حسب نوع الاستابلشمنت، يعني هل عندي ايربورت أريد أحسب له مياه مجاري أو ثيتا أو سكول أو هوتل إلى آخره. فإذا شنو معنى التيبكال فاليوز؟ يعني الرينج من 2.5 إلى 5 القيمة الأكثر استخداما 4. مثلا للطلاب الرينج للأفريج سوج فلوريت من 40 إلى 80 القيمة الأكثر استخداما هي 60 لتر بير داي. هاي الأفرج مثل بالووتر بالشاب بالكورس الأول، إحنا ما نصمم بالاعتماد على الأفرج ووتر ديماند، هنا همينا ما نصمم على الأفرج سوج فلو، راح نحتاج معلومات تتعلق بالماكسيموم والبيك سوج فلوريت. شنو معنى ماكسيموم سوج فلوريت وشنو معنى البيك؟ ماكسيموم أقصى سوج فلوريت يحدث بفترة معينة، كان يكون فترة أسبوع أو يوم، بس البيك الذروة يعني اللي هي الفترة مالت حدوثها قصيرة جدا. مثلا واحد يقول لك أعلى سلسلة جبلية بالعراق هي سلسلة جبال حصى الوسط، هاي الماكسيموم. أعلى قمة قمة هيلغارد، هاي البيك. البيك الفترة مالتها قصيرة، يعني كمية السوج العالية جدا فترة حدوثها قصيرة، لكن احنا يعني ما نسمح بفيضان مياه المجاري حتى لو لثواني او دقائق خلال السنة. فلهذا احنا بالتصميم دائما نعتمد على البيك سوج فلوريت، اقصى فلوريت للمياه المجاري. كذلك نحتاج ماكسيموم، يعني اكو بعض الاعمال اللي تتعلق يعني بعض المشاريع المجاري نحتاج بها التصميم بالاعتماد على الماكسيموم، ومعظمها نعتمد بالتصميم على البيك. شلون احسب الماكسيموم سوج فلوريت وشلون احسب البيك سوج فلوريت؟ قلت لكم البيك الذروة اقصى قيمة للسوج خلال عام كامل، وهاي الأقصى قيمة ممكن أن تحدث خلال دقائق أو ثواني بالسنة كلها. أجي لحساب الماكسيموم سوج فلوريت. الماكسيموم سوج فلوريت يحسب من المعادلة التالية: ماكسيموم سوج فلوريت يساوي M اللي هو فت فاكتور، هسه نعرف تعريفه، مضروب في الأفرج سوج فلوريت. إحنا الأفرج تعلمنا حسابه. الأم يعني نجيبها، الأم يقول لي 1 + 14/4 + جذر b. هنا أنا بهذا الكورس أنا أثناء المحاضرة راح أقول لك هاي المعادلة تحفظها ولا
هاي المعادلة ما أحفظها، يعني الام يساوي لنا 1 + 14 على 4 + b، هاي في حالة الحاجة إلها بالامتحان تجي لك بورقة الأسئلة. شنو البي؟ البي هي Zero Population in Thousands، تعداد السكان اللي خدمة مشروع المجاري بالآلاف. شنو معنى Zero Population in Thousands؟ يعني لو كان تعداد سكان المدينة 30,000 وردت أحسب قيمة M، مدام 30,000 يعني البي من أقول بالآلاف معناها البي قيمتها 30. مثال آخر، عندي تعداد نفوس مدينة 45,500، من أحسب الأم راح أقول 45.5، لأن أقسم على شقد على 1000. فإذا البي اللي تظهر بمعادلة أم هي تعداد نفوس المدينة اللي جاي أصمم لها مشروع مجاري بالآلاف. أعيد، إذا 20,000 أعوض هنا بالبي 20 حتى أحسب الأم. من أعرف الأم وأنا أعرف الأفرج سوج فلوريت راح أقدر أحسب الماكسيموم سوج فلوريت. أما البيك سوج فلوريت فينحسب من حاصل ضرب ما يسمى البيك فاكتور في الأفرج سوج فلوريت. الأفرج نعرفه، نجي نريد نعرف شلون مين يجيبون قيمة البيك فاكتور. The value of peak factor is dependent on self population، كذلك هم عدد السكان اللي يخدمهم المشروع n thousand بالآلاف، and can be obtained using figure 1. هذا الشكل يربط العلاقة ما بين البيك فاكتور والpopulation n thousand. وانتبه هنا الاكس اكسس هو لوج سكيل. هسه لو كان مثلا من اقول بالالف بالالاف، لو كان تعداد نفوس المدينة 10,000، 10,000 يعني 10 هنا، ايش قد البيك فاكتور؟ اصعد اسقط واعكسه فراح يصير تقريبا البيك فاكتور 3.7. معناها مين اجيب البيك سوج فلوريت؟ اضرب الافرج سوج فلوريت في 3.7. انزين، لو كان تعداد نفوس المدينة 200,000، هاي 100 طبعا بعشون تحسب، هاي 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. فميتين ألف يعني هاي أسقط وأعكسه يطلع تقريبا 2.4 قيمة البيك فاكتور. لاحظ أكبر قيمة للبيك فاكتر هي 4. 4 ايش قد تقابل لي تعداد نفوس مدينة؟ مدام واحد مكتوب بس جاي قلت 1000 يعني هنا 1000. هنا ايش قد؟ هذا 2000. إذا 2000 كذلك البيك فاكتر 4. إذا 3000 البيك فاكتر 4. 4000 البيك فاكتر 4. تقريبا 5000 4. بال6000 يبدي البيك فاكتر يقل. زين، هسه واحد يقول من أقول 1000 1000 معناها مليون، وإذا تعداد نفوس المدينة 10 ملايين إيش قد تأخذ البيك فاكتور؟ تأخذ أقل قيمة بعد ما ينقص عنها اللي هي around إيش قد؟ around 1.7. فإذا البيك فاكتور أعلى قيمة إلى 4، يعني إذا تعداد نفوس المدينة بعد أقل من 1000 هذا البيك فاكتور بعد ما تصعد قيمته تبقى أعلى قيمة للبيك فاكتور هي 4 وأقل قيمة تقريبا 1.7. هاي تعلمنا حساب قيمة البيك فاكتور. كذلك بعض أجزاء مشروع المجاري نحتاج نعرف فيها شكد مقدار المينيموم سوج فلوريت، خصوصا هذا نحتاجه بتصميم البومبنج ستيشن، محطات الضخ، أو يسموها بالتحديد الاسم الشائع لمحطات ضخ المجاري lift stations، محطات الرفع. إيش قد المينيموم يقدرونه؟ المينيموم السوج فلوريت هو is estimated to be 50% of average sewage fluoride، فمعناها
ايش قد عندي معدل 50%. 50% شنو معناها؟ اضرب المعدل في فاكتور مقداره 0.5 حتى احسب المينيموم سوج فلوريد. الانفلتريشن شلون احسبه؟ انا الانفلتريشن قلنا هي المياه اللي تدخل الى داخل انبوب المجاري من خلال البور جوينتس. معناها طول الجوينت له تأثير، معناها شقد ما يكبر قطر الأنبوب شو أتوقع بكمية انفلتريشن تزداد. كذلك شقد ما تزيد عدد الجوينات معناها يزيد طول الأنبوب. أنت تعرف كل ما الأنبوب أطول عدد القطع بي وبالتالي عدد الجوينات راح يزيد. فكل ما يزيد طول الأنبوب تزيد كمية الانفلتريشن، كل ما يكبر قطر الأنبوب تزيد كمية الانفلتريشن. طريقة تقدير كمية الانفلتريشن هو من خلال هسه الرقم اللي راح أنطيكم إياه. فانفلتريشن مثل ما قلت لكم is the ground water، مياه الجوفية enters the sewers through pore joints خلال المفاصل الرديئة أو cracked pipes الأنابيب المتشققة أو من خلال المانهول والز جدران المانهولات. مانهول هي مو سبتك تانك مال البيت اللي نخزن بيه مياه المجاري، هي بالعربي يسموها أحواض التفتيش. يعني المانهولات الموجودة اللي نشوفها بالشارع هاي فتحات للوصول للسور سيستم مثل ما راح نشوف بالفصل الثاني. ليش أحتاج أوصل للسور؟ مثلا وجود انسداد أريد أكشف وين صار الانسداد من خلال المانهولز. الانفلتريشن يخمنونه كالتالي، يقولوا لي 45 لتر بير كيلومتر اوف سور لينث بير داي بير مليمتر اوف سور دايمتر. معناها اذا انبوب طوله كيلومتر واحد قطرة مليمتر واحد، ولو هذا ما موجود يجي قطر بس جاي اقول لك الرقم، كمية الانفلتريشن 45 لتر بير داي. انزين اذا طوله 10 كيلومتر وقطره 500 مليم اضرب 45 في الطول بالكيلومترات في القطر بالمليم ينطيني الانفلتريشن بوحدات لتر بير داي. اذا شلون اقدر كميه الانفلتريشن؟ اضرب هذا الرقم اللي هو 45 في طول الانبوب بوحدات الكيلومتر في قطر الانبوب بوحدات المليم. أجي مثال اللي أحسب به الفلوريت للسوج بأشكال مختلفة، وأحسب به يعني قصدي بالأشكال المختلفة راح أحسب الأفرج والماكزيموم والبيك والمينيموم. شو يقول المثال؟ يقول عندي a city has a population of 30,000. In this city, there are three schools and ثلاث مدارس, each of 250 student capacity. كل مدرسة سعتها 250 طالب. One hotel of 120 guest capacity. عندي فندق واحد السعة مالته 120 نزيل. وعندي one hospital of 200 bed capacity. عدد الأسر 200 سرير السعة مال المستشفى. و number of employees عدد العاملين 150. فاستيميت الافرج والماكسيموم والبيك والمينيموم سانيتري سوج فلوريت ل اوف ذا سيتي لهذه المدينه. ابدي بحساب الافرج سوج فلوريت. الافرج سوج فلوريت هو راح يكون مجموع من المصادر المختلفة. average sewage flow rate اللي هو sum of مجموع average sewage flow rate from residential area from the schools from the hotel from the hospitals. كلها نحسبها ونجمعها نحسب حتى أحسب average sewage flow rate للمدينة. أبدي from residential area. أنا عندي الحي
تعداد نفوسه 30,000، شلون أقدر الـ average sewage flow rate؟ أنا قلت لكم الـ average sewage flow rate هو نسبته من الـ average water demand من 70 إلى 130%، بس شقد أكثر نسبة اعتمدها 100% معناها الـ average sewage flow rate يساوي الـ average water demand. فهسه من أجيب الـ average water demand؟ هذا اعتمد على معلوماتي اللي أخذتها بالكورس الأول، اللي إحنا عندنا الـ average water demand يساوي 200 إلى 500 لتر بير كابيتا بير داي. فإذا من 200 إلى 500 أنا راح أفرض 300 لتر بير كابيتا بير داي. الـ average water demand 300 لتحويل الوحدات تقسيم 1000 حتى تحول متر مكعب، في تعداد نفوس المدينة 30,000، هذا ينطيني 9,000 متر مكعب بير داي. هذا الـ average water demand الجاي لمين؟ من residences، من المساكن، من البيوت. أفرض هذا الـ water demand، أفرض الـ average sewage flow rate يساوي الـ average water demand، يعني النسبة 100%، راح يصير الـ average sewage flow rate هو نفس الرقم 9,000 متر مكعب بير داي. وأكرر، بإمكانك تفرض الـ average sewage flow rate بقول 0.7 في الـ average water demand. من نقول 0.7 في الـ average water demand لازم تضرب هذا الرقم في 0.7 يطلع 6,300 متر مكعب باليوم. لكن بإمكانك تفرض 100%، فبالتالي أسهل لك تفرض، أسهل لك وتكون أيضا بجانب الأمان، فراح يكون الـ average sewage flow rate هو بنفس الـ average water demand، راح يكون 9,000 متر مكعب بير داي. أما شلون أحسب الـ average sewage flow rate من الـ schools؟ أرجعك أذكرك بالجدول، أضاوع الـ schools بير student شقد الـ average sewage flow rate من 40 إلى 80، بس قلنا يا رقم نستخدمه أكثر شيء 60. فإذا أفرض لت الـ average sewage flow rate 60 لتر، باوع شلون أبدل الوحدات، هو لتر بير داي لكل يونت، بس اليونت بالنسبة للسكول هي student، راح يصير 60 لتر لكل student بير داي. أنا عندي كم مدرسة؟ عندي 3 schools، كل مدرسة شقد الساعة مالتها؟ 250 طالب. فمعناها شلون أحسب التوتال average sewage flow rate اللي يجي لي من السكولز؟ عدد المدارس 3، سعة المدرسة الوحدة 250 طالب، في average sewage flow rate لكل طالب اللي هو 60 لتر باليوم، فستين حولها للمتر مكعب بالقسمة على 1000، هذا ينطيني 45 متر مكعب بير داي. كذلك عندنا بهاي المدينة هوتيل، عندنا فندق، شقد الـ average sewage flow rate من الهوتيل؟ أنا الهوتيل أرجع أباوع للجدول، اليونت مالته guest نزيل، شقد من 150 إلى 130، بس شقد أكثر قيمة يستخدموها؟ 190. فبالتالي let الـ average sewage flow rate تساوي 190 لتر بير guest بير داي. أنا عندي سعة الفندق 120 نزيل، فإذا الـ average sewage flow rate من الهوتيل 120 في 190، أيضا لتحويل الوحدات من لتر إلى متر مكعب قسم على 1000، هذا ينطيني 22.8 متر مكعب بير داي. من الهوسبيتال، بالهوسبيتال إحنا قلنا لكل بيد رينج من تقريب 660 إلى 1500، بس أكثر رقم نستخدمه هو 1000 لتر بير داي، ولكل امبلوي تيبكال 40 لتر بير داي. فلهذا أنا عندي عدد الأسرة 200، فميتين في 1000، هذا 1000 اللي هو لتر بير داي على 1000 تحويل وحدات، زائد number of employees عدد العاملين 150، في كل عامل الـ average sewage flow rate 40 على 1000، فهاي المجموع من 206
متل مكعب. فإذا صار هسه حسبنا للكل 9000 من الريزيدنشال اريا 45 و22.8 و206 اللي هو 22.8 اللي جاي لي من الهوتيل، 206 اللي جاي لي من اللي شوفوا أمامكم من الهوسبيتال، 45 اللي جاي لي من السكولز. فأجمع الأفرج سوج فيوريت هذا ينطيني 9273.8، هذا الأفرج سوج فيوريت للسيتي. هسه شلون أحسب الماكسيموم سوج فيوريت؟ الماكسيموم قلنا هو حاصل ضرب أم في الأفرج سوج فيوريت، يعني أم في هذا الرقم اللي هو 9273.8. الأم هو 1 زائد 14 على 4 زائد جذر بي، وأذكركم البي هو population in thousand. أنا تعداد نفوس المدينة 30,000، 30,000 على 1,000 حتى يصير بالآلاف الرقم 30، فمعناها الأم يساوي لنا 1 زائد 14 على 4 زائد جذر 30 ويساوي لنا 2.48. هذا معناها الماكسيموم سوج فلوريت راح يساوي لنا الأم اللي هو 2.48 في الأفرج سوج فلوريت اللي هو 9273.8، هذا ينطينا 22,999 متر مكعب باليوم. هذا الماكسيموم. البيك سوج فلوريت راح يكون حاصل ضرب البيك فاكتور اللي هو 3.2 في الأفرج اللي عندك إياه، فراح يطلع رقم يمثل لي البيك سوج فلوريت. عندكم إياه بالملزمة هنا بالباوربوينت، ظهر هاي الفقرة ما ظهر. المينيموم قلنا المينيموم هو 0.5 في الأفرج، 50% من الأفرج، 0.5 في 9273.8 يطلع لي 4636.9 متر مكعب بيضي. فإذا انتهى مثال 1-3، تعلمنا حساب الأفرج سوج فلوريت والماكزيموم والبيك والمينيموم. نجي مثال ثاني example 1-2 اللي هو المطلوب بتقدير قيمة الانفلتريشن. فأستميت الانفلتريشن ريت into a sewer line has a length of 375 meter and a diameter of 300 millimeter. الحل بسيط جدا. أنا شنو قلت؟ كمية الانفلتريشن 45 لتر لكل كيلومتر طول لكل مليمتر دايمتر بردي. إذن لازم أضربه في الطول بالكيلومتر، في القطر بالمليمتر. القطر هو اوريدي معطى بالمليمتر، بس الطول منطيني اياه بالمتر، فلازم اقسمه على شقد حتى يتحول كيلومتر، اقسمه على 1000. فاذا انفلتريشن قلنا 45 لتر بير كيلومتر اوف سور لينث بير داي بير مليمتر اوف سور دايمتر، 45 في الطول 375 اقسمه على 1000 متر لكل كيلومتر حتى يصير كيلومتر، في القطر 300 مليم، هذا ينطيني 5062.5 لتر بير داي اللي هو إذا حول المتر المكعب يصير 5.06 متر مكعب باليوم. إذا تعلمنا لي هسه حساب الفلوريت للسانيتري سويج. هسه راح نحسب الفلوريت للستوم ووتر، the quantity of storm water. حبيت بالبداية أرويكم المدخل لشبكة تجميع مياه الأمطار. هذا شوفون الصورة أمامكم، هذا اللي إحنا نسميه ستريت إنلت أو يسمونه جالي إنلت.
هذا المشبك اللي كنا نعرفه اللي مناطقهم مجهزة بمنظومة لتجميع أو بشبكة لتجميع مياه الأمطار، شايفين هذا الستريت إنلت أو يسموها فتحة تصريف مياه الأمطار. شو نقدر كمية مياه المجاري اللي توصل لشبكة مياه المجاري من خلال فتحات تصريف مياه الأمطار من خلال الستريت إنلتس؟ يقول لي first step in designing storm sewers، طبعا كلمة سور هي أنبوب مياه المجاري. دائما نشوفه بالووتر نسمي الأنبوب بايب مثل ما نعرفه بالإنجليزي، بس بمياه المجاري عادة يسمون أنبوب مياه المجاري يسموه سور. فال first step in designing storm sewers is the estimation of storm water quantity. طبعا دائما أقول لك الكوانتيتي ما يخص sanitary engineering مثل ما كان يخص الواتر سبلاي انجينيرنج، الكوانتيتي نقيسها كتصريف فلو ريت او discharge نفس الشيء. The quantity of storm water is calculated using the rational formula، واعتقد انتو هذا الموضوع جزء منه مقضي بالطرق ال QCIA. ال C شنو وال Q شنو والاي شنو؟ الـ Q هي run off flow rate اللي هو run off يعني السيح السطحي اللي هي الفلو ريت مع مياه الأمطار اللي توصل للشبكة. ليش run off ما يقول لي rain water flow rate؟ من تسقط مياه الأمطار عندي شارع مجهز بفتحات لتصريف مياه الأمطار، هل كل الأمطار اللي تسقط ما راح أقول لك شارع منطقة وبيها منظومة لتجميع مياه الأمطار، هل كل كمية مياه الأمطار توصل للمنظومة؟ لو لا، ما يوصل من المنظومة هو اللي يتحول للرنوف، بقية الماي راح يصير بيركوليشن خلال السطح، يعني ينفذ من خلال السطح. مثلا إذا عندي سطح مبلط وتسقط عليه المطرة كمية الرنوف تكون عالية، بس إذا عندي سطح غير مبلط تسقط عليه المطرة معظم المياه تترشح من خلال التربة والباقي يتحول إلى رنوف سيح سطحي يسموه اللي هو هذا يوصل لشبكة تجميع مياه الأمطار. فإذا الكيو لمياه الأمطار هي الرنوف فلو ريت بوحدات كيوبك متر بير أور. السي يسمونه الرنوف كوفيشنت. الرنوف كوفيشنت هو يمثل هو يقول لي dependent on characteristics of the area drain، يمثل نسبة السيح السطحي من ال total rainfall مثل ما راح نتعلم أو الطريقة اللي نحسب بيها السي runoff coefficient. الاي اللي هو rainfall intensity الشدة المطرية، طبعا وحدات كيو تكون كيوبك متر بير اور، السي طبعا عديم الابعاد، الاي وحداته عاده تكون متر بير اور، والاي الاريا اللي هي الدرينج اريا مساحه اللي طبعا لو ترجم ترجمه حرفيه المساحه المبذوله، شو ذا المبذوله؟ المساحه اللي الامطار الساقطه عليها تصل الى منظومه المجاري، منظومه تجميع مياه المجاري. فإذا الـ A الـ drainage area وحداتها متر مربع، الـ I الـ rainfall intensity الشدة المطرية وحداتها متر بير أور، والـ C هو عديم الأبعاد لأن هو معامل وراح نتعلم كيفية استخراجه. نجي إلى runoff coefficient، مين نجيبه؟ runoff coefficient هو الـ ratio of the amount of rainwater
which will be carried by the storm sewer to the total rainfall. نسبة المياه الأمطار اللي راح تتجمع بأنبوب الأمطار نسبتها إلى total rainfall يقدروها بالسي. الأفرج فاليوس للسي حسب نوع الأسطح نشوفها بجدول الموجود أمامكم. إذا water tight roofs أسطح غير نفاذ للماء إيش قد قيمة السي؟ مثل سطح كونكريت قيمة السي من 0.7 إلى 0.95. أسفلتك ستريتس الشوارع الأسفلتية إيش قد قيمة السي؟ 0.85 إلى 0.9. شوفوا شو المعنى هذا، يعني كمية المطر التي تتحول إلى رانوف سيح سطحي وتصل إلى شبكة الأمطار يقدروها من 85 إلى 90% من كمية الأمطار الكلية، أو بمعنى آخر 90% من الأمطار يوصل للشبكة إذا كان أسفلتك ستريت. بيف درايف ويز يعني الطرق مال تصير عليها الدراجات إلى آخره، والووكس والمماشي هاي يقدرون السي قيمتها من 0.75 إلى 0.85. جرافل درايف ويز مسارات مع الدراجات اللي تكون بها جرافل وليس مبلطة، والمماشي لجرافل هاي لا قيمة السي 0.15 إلى 0.3، معناها من يقول 0.3 يوصل إلى الشبكة معناه 70% تمتصت تربط، طبعا لأن الجرافل يتمر من خلال مياه الأمطار، فاللي يوصل كسيح سطحي overflow للشبكة مياه الأمطار يكون كمية قليلة من 15 إلى 30%، فالسي من 0.15 إلى 0.3. اللونز ساحات الثيل، ساحات الثيل حسب نوع التربة، يعني ثيل مزروع بساندي سويل تربة رملية وحسب السلوب للسطح، إذا السلوب أقل من 2% 0.05 إلى 0.1، إذا السلوب من 2 إلى 7% من 0.1 إلى 0.15، إذا السلوب أكبر من 7% من 0.15 إلى 0.2. أما اللونز ساحات الثيل بس التربة طينية في هذه السويل، يعني تربة طينية تربة ثقيلة، فأيضا بالاعتماد على الأسلوب ممكن نستخرج قيم السي إذا كان سطح هاي ساحة الثيل الميل مالته 7% فيقدرون قيمة سي من 0.25 إلى 0.35، فإذا السي ما نجيبه جدول. نجي قد تكون المنطقة اللي جاي أصمم لها شبكة مجاري هي مو كلها شوارع مبلطة، بيها شوارع مبلطة وبيها ساحات ثيل وبيها أسطح مال منازل، فإذا شلون أقدر قيمة السي مع تنوع الأسطح؟ إذا المنطقة بيها أسطح متنوعة اللي تسقط عليها أمطار يسموها composite area. composite area يعني منطقة مركبة، مركبة من أسطح مختلفة. أعيد، منطقة جاية أصمم لها شبكة تجمع مياه الأمطار بيها شوارع وبيها ساحات ثيل، شوارع أسفلتية بيها مماشي اللي هي الأرصفة إلى آخره، فشون أقدر قيمة السي في حالة المنطقة من نوع Composite Drainage Area يعني بيها أكثر من نوع أسطح؟ نحن نستخدم الأفرج فاليو. مين أجيب الأفرج؟ شون الويتد أفرج المتعلمين بالإحصاء؟ كل جزء من المنطقة حسب نوع السطح أضربه في مساحته في السي وأجمع وبعدين أقسم على مجموع الأريا، فأحسب السي أفرج الكومبوزيت أريا من أجيبها سميشن من I واحد إلى N، يعني إذا عندي كومبوزيت أريا مكونة من ثلاث أنواع من الأسطح راح تصير سي ون أي ون زائد سي تو أي تو زائد سي ثري أي ثري على الأي توتال اللي هي أي ون زائد أي تو زائد أي ثري. فالـ CI runoff coefficient للـ sub area
اي اي يعني الاريا الاولى، انا عندي اريا وعندي سب اريا، سب اريا يعني الجزء. الاي تي هي التوتال درينج اريا للمنطقه ككل. كذلك ممكن احسب السي بالاعتماد على لاند يوز، استخدام المنطقه. هاي هنا قيمه واحده بعد، ماكو كومبوزيت، هم جدول عندي وصف المنطقة description of area قيمة السي. إذا عندي commercial area منطقة تجارية، هنا يقسموها downtown يعني مركز، neighborhood يعني الأطراف. فمركز المنطقة التجارية يأخذون سي من 0.7 إلى 0.95، الأطراف يأخذوها من 0.5 إلى 0.7. residential area إذا عندي single family يعني منطقة سكنية مكونة من منازل لعوائل منفردة مثل معظم مناطقنا السكنية، يأخذون سي من 0.3 إلى 0.5. إذا multi unit detached و multi units attached يعني وحدات سكنية متعددة، كأن تكون مثلا بيت يعني بيتين، نقول بيت ويا مشتملات، بس هاي البيوت detached منفصلة عن بعضها 0.4 إلى 0.7، بس إذا كانت attached متصلة مع بعضها من 0.6 إلى 0.7. suburban أطراف المناطق الحضرية من 0.5 إلى 0.4. apartments المناطق اللي بيها شقق سكنية من 0.5 إلى 0.7. parks مواقف السيارات من 0.1 إلى 0.25. unimproved areas مناطق غير متطورة، شنو غير متطورة؟ يعني لا مبلطينها ولا أي شيء، بس أريد يقدرون كمية الأمطار اللي في حالة يجمعوها في موقع معين، ف 0.1 إلى 0.3 قيمة السي. شنو قصدي يجمعوهم؟ هذا مثلا عندي منطقة مفتوحة لا بها بيوت لا أي شيء، بس أريد أسوي فتح حفرة أجمع بها مياه الأمطار. شلون أقدر كمية مياه الأمطار؟ الكيو هي سي اي اي نفس القانون، بس هنا السي قد آخذها من 0.1 إلى 0.3 حتى أقدر الكيو اللي توصل لهاي الحفرة اللي أريد أجمع بها مياه الأمطار. زين، اللي هو الـ i تساوي ألف على t زائد 3.